مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء باردة وتصل درجات الحرارة على معظم المناطق البرية ما بين 11 إلى 17 درجة مئوية، والحرارة المحسوسة أقل من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق. رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة سرعة 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، ومتوقع أن الهواء الشمالي الغربي راح يستمر معنا حتى نهاية يوم الغد. أيضا هناك فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف الليلة اللي متوقع أن راح يستمر معنا حتى ساعات صباح الأولى من يوم الغد. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء باردة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 17 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة حول 15 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 51%. الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. رياح حاليا شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 4 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أجواء كانت صافية بشكل عام على دولة الكويت وكذلك على معظم المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مصحوب بهواء شمالي غربي، أجواء أيضا باردة لأن مصحوب بكتلة هوائية باردة أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، ومتوقع أن هذا المرتفع راح يستمر معنا اليوم مباشر. من بعدها راح نلاحظ تحول في اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية وعودة للأجواء الرطبة وأيضا عودة لتكاثر السحب تدريجيا خلال منتصف هذا الأسبوع. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء باردة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 9 درجات إلى 13 درجة مئوية على معظم المناطق البرية. استمرار الهواء الشمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، ومثل ما ذكرنا فرص تشكل الضباب واردة خلال هذه الليلة اللي متوقع أنها راح تستمر معنا حتى ساعات صباح الأولى من يوم الغد مع استمرار الأجواء باردة، ومتوقع تصل درجات الحرارة في بعض المناطق خاصة الشمالية وشمالية الغربية من البلاد ما بين 7 درجات إلى 8 درجات مئوية، كذلك في جنوبا في الوفرة متوقع تصل إلى 8 درجات مئوية. على بقية المناطق البرية متوقع أنها راح تراوح في صباح يوم الغد ما بين 9 درجات إلى 12 درجة مئوية، وأيضا الحرارة المحسوسة متوقع أنها راح تكون أقل من هذه المعدلات. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون معتدلة، سماء صافية خالية من السحب بشكل عام، ودرجات الحرارة راح تراوح ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية، وطبعا من ضمنها الأنشطة البحرية. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج 1 إلى 3 قدم. الأجواء البحرية مناسبة جدا لممارسة أي نشاط بحري خلال اليوم وباكر. ولا زالت طبعا تيارات الماي في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماي قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفجر الساعة 5:08، شروق الشمس الساعة 6:33، وموعد أذان المغرب الساعة 4:51. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع في يوم الغد أجواء راح تكون مشمسة، سماء صافية خالية من السحب، أجواء معتدلة نهارا، العظمى المتوقعة 20، أما الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. بشكل عام يوم الأثنين راح تستمر معنا الأجواء مشمسة مع سماء صافية خالية من السحب، لكن الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه بشكل عام، لكنها راح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة. لكن ابتداء من يوم الثلاثاء إلى نهاية يوم الأربعاء راح يكون الهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام في يوم الثلاثاء 12 إلى 35، وأيضا مع تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية راح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا، وأيضا راح تبدي ترتفع نسب الرطوبة تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، متوقع أنها راح تتراوح ما بين 80 إلى 85%. العظمى المتوقع في يوم الثلاثاء 23 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية. الهواء الكوس مستمر معنا في يوم الأربعاء خفيف إلى معتدل السرعة، لكن قد ينشط من حين إلى آخر 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، وفرص الأمطار بإذن الله واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق. بإذن الله راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية. رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه متوقعة في يوم الخميس، لكن الهواء راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة. استمرار في الأجواء المشمسة وقد تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أجواء هذا الأسبوع
راح تكون جميلة ولطيفة جدا ومناسبة جدا أيضا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية، لكن ما ننسى الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال ممارستنا لأي نشاط خارجي خلال هذه الفترة. تنتهي جولتنا الجوية ونترككم مع درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.